المرأة المطلقة هي ضحية سوء اختيار أم ضحية الظروف؟ لا، هي ضحية الظروف الأكثرية. أنا نرى الأكثرية ضحية الظروف. نسبة الطلاق الكبيرة اللي قاعدة تصير في تونس هي مشكلة الظروف العائلية بين الرجل والمرأة. ساعات الرجل تلقى ظروفه تعبة من الأول وما تحركتش الأمور وتمشي وتتطور أكثر وما تتساهلش معاه، بطبيعة المرأة باش تقلق وتفد وتولي تقول لك نلتجأ للقضاء ونطلق وعندي نفقة باش ناخذها ونرتاح نشوف حياتي مع إنسان آخر. حسب رأيي أنا الأكثرية ظروف اجتماعية، حسب رأيي ما نعرفش، فما شوية سوء اختيار فما شوية، أما الأكثرية توا أنا اللي نرى فيهم وكل شيء الناس كلها على المادة والناس الكل على الفلوس، حسب رأيي ما والعلم عند الله. أما أنا حسب رأيي هكا واللي نشوف فيه في التلفزة واللي نسمع فيه واللي نقرأ فيه ساعات هكا على الجرايد كلهم العباد الكل تو تجري على الماديات، والعباد الكل معناتها عنده فلوس هكا واصل معاه، ما عندوش طلق ويجي غيره، والسوء الاختيار زاد عنده دور. هي ضحية ظروف، خاطر علاش الظروف في الوضع هذا فهمتني يخلي العبد فهمتني مش محتاج يحتاج لبرشا حاجات باش تمشي فهمتني الرجلها ما يلبلهاش فهمتني الحاجات نتاعها، والمراه فهمتني تربيت كيما نقولوا كل مراه وكيفاش تربيت فهمت كيف، فما مراه تربيت فهمتني في البضخ وتحبك البضخ وتحب تعيش شكل عيشة البضخ، وفما مراه ترذبك باللي كتبه لها ربي فهمت كيف، تولي كي مشاكل تولي تقول له هو الصغير ناقص هو الواحد وهو فهمتني يبدا لاهي فهمتني في الشرب وفي حكايات اخرى وفي قمار وفي حكايات اخرى، بالطبيعه باش يكثر الطلاق خاطر الزوز يبداو ما همش متفاهمين فهمت كيف، ما همش قد قد، هو ياك الميزان راهو يلزم هو يرضى وهي ترضى. شنو الاضرار اللي تنجم تلحق بالمراه وقت اللي طلق؟ هو والله هو في مجتمعنا نحن في تونس لهنا المطلقه ديما ننظروا لها بنظره ما شاء الله مسلعه به التوانسه، نحن بصفه عامه نخزروا لها ديما مسكينه سمعتها مشيت طلقت من غير ما نسمي معناتها ضيعوا عليها وندر شنو طلعوا فيها من باب السبعه، هذه بالنسبه للمطلقه. الاضرار معناتها ما يتفهموش ما بعد خاطر المراه ما تسامحش في كل شيء فهمت، مش كيما الراجل، وهم مثلا تو كيما قالوا حقوق المراه يكذب عليك خاطر المراه تظلم برشا، يعني مراه انا ما تظلم برشا، المراه بالرسمي تظلم برشا، ساعات يبدا الراجل خاطي كل شيء تبدا تسبب فهمتني، هذيك معناتها هكاك الحياه، هذيك من بعد تجي تقول لك هاو سايبني هاو طلقني، وهي ماهيش معناتها لاهي بالمهم نتاعها فهمتني، ماهيش معناتها لاهي بالمهم نتاعها، كجات لاهي بصغارها وبدارها وتخمم وتجري وتعمل، تنجم معناتها توفر وتنجم يولوا معناتها في عيشه بالقدا. اما هم علاش ملا المراه دي ملا؟ حسب رايك حياه المراه المطلقه سهله ولا صعيبه؟ لا، الراجل ركز الدار وحده يكذب عليك يكذب عليك، ما تنجمش ملي ديما تلقى فراغ الراجل، ديما فراغ الراجل فهمتني، وما تنجمش تعيش خاطر البر ما ظلم برشا فهمتني، ظلم برشا تنجمش، مش كما الراجل هزلها كتافها وهزلها كل شيء، لا تنجم صعيبه، صغار ودار وكريب الخاص كي تبدا كاريه وظروف صعيبه تو تحك تتمتم ب 4000 فرانك ما عادش تنجم معناتها شنو باش 20 دينار ما تقضي لك شيء، قبل كنا ب 5000 ناخذوا دجاجه، ما انا من عند راهم راني ناخذوا دجاجه نقضي منها كل شيء مصلي على النبي، تو وين 5000 4000 فرانك حك تتمتم، قلت يكذب عليك، وعنده كوش وعنده الحليب وعنده ما عنده يا زيتي عنده صغير كل يوم 50000 كل يوم 50000. كيف تطلق المرأة تنجم تتحمل مسؤولية صغارها وتربيهم بالقدا؟ فما شكون اللي تتحمل وفما تخرج صنديدة وفما شكون سبحان الله الكمال لله، فما شكون تخرجهم بسم الله ما شاء الله عبارة معناتها معاهم راجل مش امرأة، تخرج المحامي وتخرج الطب وتخرج المهندسين. نجم المرأة على خطر علاش عندها عزيمة قوية تنجم تحمل فهمتني تربية صغارها وتربي، خطر علاش إذا كان بعد عليها رجلها وطلقت باش تحط كل شيء في صغارها، تولي تخمم كان في صغارها كهو فهمت كيف، ما عادش تخمم في حاجات أخرى. لا ما تنجمش مش كما الراجل، توما تو مثلا الراجل ساعات معناتها صغار
معناتها هو اللي معناتها يبدا ملتزم، وثم تلقى امراه زاد اللي ملتزمه على صغارها، فهمتني؟ تنجم كي تبدا قويه وتبدا كل شيء تنجم تلتزم صغارها تربيهم وتكونهم وتقريهم وتتعب عليهم، اما لازم تخدم اللي يجي، فهمتني؟ تخدم اللي يجي ما تقولش لا. نظرة المجتمع في الوقت الحالي نقصت على الضغط شوية على المرأة؟ نقصت شوية، فهمت؟ مش كما قبل، توا معناتها يشوفها نورمال، كاني معرسة ولا مش مطلقة ولا معرسة، نورمال، ما عادش كما قبل، نظرتهم كل كيف سي لا ميم شوز، فهمتني؟ ما عادش. أنت والظرف اللي فيه هي، إذا كان هي تخدم بطبيعتها تنجم تحسن وضعية معناها المعيشة نتاع الصغار اللي عندها، وكان ما تخدمش تولي تتعب. تتعب حتى كان نفقة خاطر نفقة راهو ماهيش 100% قاعدين ياخذوا فيها، معناها نشوف فيهم بالشكاوات معناها للقضاء، عريضة لوكي جمهورية ما عطانيش النفقة باش يعطوه ريسيرش ولا يعطيه دات معين باش يدفع النفقة. النفقة كما قلت أنت والمصروف في غياب البو وحدهم كافيين باش نلقاو تربية سليمة؟ مستحيل. التربية نتاع الصغار هي ديما تصير بين المرأة والراجل. وساعات المراه كيما قلت لك طلقت مل تفد صايي معناها تلتزم معناها ما عادش تنجم باش تتلاب اولادها كيما نقولوا نحن بالخدمه بالتخمام عندها كري عندها ماء عندها يمرضوا لها صغار معناها برشا حاجات فهمت ما تنجمش.